مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تي في في البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير. مرحبا بالجميع، صباح الخير المتتبعين الأوفياء. كما كيعرف الجميع أنه يعني تم تخفيف الإجراءات، يعني والناس طلقوا العراسات. يعني كما سمعنا ايضا مجموعة يعني من ممولين الحفلات انهم جاتهم يعني الخدمة 5 دقائق من مورا البلاغ ديال الحكومة باش انهم تنفروا يعني الحراسات والحفلات بصفة عامة. حدود الطاقة الاستيعابية ديال 50%، يعني ومشاهدين الكرام بما تشاركونا الاراء ديالكم، واش كاينين عراسات في منطقتكم، واش الناس بداو كيديروا العراسات اولا. اذا مشاهدين الكرام في انتظار التفاعل ديالكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، الناس اللي التحقوا بنا تحيه للجميع، الله يسهل الجميع. يعني اليوم اخر يوم في الامتحان ديال البكالوريا، الله يسهل على الناس كاملين، الله يوفقهم ان شاء الله. السؤال اليوم هو انه يعني بعد قرار السماح باقامه الحفلات والعراسات، يعني واش كاينين العراسات في منطقتكم او المنزل؟ صباح الخير الأخت رشا، كاع المتشبعين الكرام والأوفياء. كنتمنوا تشاركونا الآراء ديالكم وتفاعلوا معنا في الموضوع. أخت فاطمة كتقول اللهم اجعل خير أيامنا خير إداك وأرزاق من خير طيب، اللهم آمين. أخت فاطمة الله يسهل عليك، أول المتفاعلات معنا.